عبر الجديد عناوين حلقة الليلة. عالبكلي والجديد منبر بيوجع كتار، حاولوا يجرونا إلى، وهيك نصحنا وزير الإعلام اللبناني ملحم رياشي. نوال الزغبي تتجرأ وترد. إشاعة جديدة بطال سلطان الطرب جوج وصوف. إليسا إنه it's not okay anymore. كيف تحركوا الفنانين ضد الضرائب؟ محاولة قتل الإعلامي عمرو أديب بالسم. هيدي الصورة تختصر حالتنا. نوال الزغبي أفضل أمهات الوسط الفني عالبكلي هالأسبوع. بعد عدة انتقادات، مي حريري بتتجرأ وبتستقبلنا بحوار جريء وإطلالة خاصة لملحم بركات الجينيور برسالة مؤثرة جدا. فوت ولا بفل؟ هيدي شو وقحني ولا شو؟ ليه وقحني؟ أنا نسرين زواهرة وعم تحضروا عالبكلي بالموسم الرابع. بحييكم كمان مرة بليلة عيد الأم. الليلة بدي عيد كل أمهات العالم على الأرض وبالسماء. أنتوا العيد، أنتوا الفرحة، أنتوا السند، وأنتوا الحب المجاني. بعيد أمي وبعيد كل أم أم. نبدأ الحلقة مع فقرة إيلا اللي فيها منحط النقط على الحروف، بمعنى آخر منقول كلمتنا ومنمشي، ورح نضل نقول كلمتنا ونمشي. الوصوف بخير وخبر وفاته إشاعة الحمد لله. زهقنا نحن ونكتب هالجملة ونطمن محبي الفنان من سنين، وحتى من قبل ما يتعرض لمشكلته الصحية من 6 سنين. الوصوف بنفسه هالمرة طلع ونفى الإشاعة اللي تم تداولها على نطاق واسع، استنادا لصورة قديمة التقطتها يوم ممرضة استغلت غيبوبة الوصوف لما تعرض لجلطة دماغية لتسرب الصورة، ويوم طبعا السلطات السورية حققت معها وفكرنا القصة خلصت هون. للأسف فكرة إنك تحيي وتموت فنان بشطبة قلم الظاهر إنها صارت هواية لدى البعض، اللي بكفي بعصر السوشيال ميديا يزت حدا أي خبرية مؤذية ويشوف النار عم طولها حوله هو حاسس بالانتصار لأن بس صوته مسموع. أما مشاعر الفنان وأهله ومحبينه فمش مهم، طالما البعض بيعتبر أنه قتل الفنان افتراضيا هي دعاية مجانية له، دعاية بشك أنه في فنان عنده عقل بيقبل فيها، فعيب بقى. نيكست. تتذكروا لما انتخبوا الرئيس ميشيل عون شو علقت الفنانة إليسا وقتها؟ كتبت It's okay. 5 حروف هزت البلد، واعتبرت هالتغريدة الأكثر شعبية وذكاء بال 2016 على تويتر. اليوم إليسا بدلت رأيها بعد ارتفاع الضرائب وكتبت It's not okay anymore. هيك باختصار عبرت عن موقف اختصر كل الغضب اللي حاسين فيه كلنا من عهد انتظرناه سنين، وأول ما بلش برفع ضرائب ما في مواطن ممكن يحملها. باختصار إليسا عم تثبت يوم عن يوم انها من اكثر الفنانات ذكاء باستخدام السوشيال ميديا. اولا ما قاش على حدا، ثانيا لما بدها تسجل موقف بتكتب بادب وذكاء غير عادي وبشي 5 حروف قادرين يهزوا البلد ويوصلوا صوتها بشكل مؤثر. نيكست. وعلى سيرة الضرائب، يمكن بينعدوا على أصابع الإيد الوحدة الفنانين اللي استنكروا رفع الضرائب بلبنان، كما لو أنهم مش عايشين معنا بهالبلد أو ما بيدفعوا مثلنا ضرائب. يمكن هيك أنا برجح هالشغلة، دايما عايشين على كوكب خاص بوقت صوتكم ممكن يهز بلد، فيعني بدل ما تستعملوا بقصص ما بتفيد يعني ولا بتقدم، فيكن تستغلوا لقضايا وطنية رح تضل محفورة بتاريخكم صدقوني. باختصار مع كل استحقاق بيثبت كتار من فنانينا انهم عايشين لا لا لاند هلا قبل بكره، استنكروا وساعدوا الناس ليوصل صوتنا ابعد.
نيكست. اخيرا انحلت قضيه الفنانه سيرين عبد النور بسوريا بعد ما وصلت القضيه لوزير الاعلام اللبناني وللنقابات الفنيه ولمراجع سياسيه عاليه بسوريا ضغطت على النقيب زهير رمضان ليتراجع عن قراره بعدم اعطاء ترخيص لبدء تصوير دور سيرين. رمضان اصدر بيان رحب فيه بسيرين بلهجه كان الواضح فيها انه ما بده مشاكل، بيان بياكد انه لما تتضافر جهود الصحافه والنقابات الفنيه ممكن ينعمل تغيير وثورة إذا بدكم. نيكست. بيرضى ربنا بالحفلات والغنى؟ سؤال انطرح على الفنانة نوال الزغبي على تويتر من قبل شخص بيمثل كتار بيعتبروا حالهم بمكان أعلى حتى يعظونا نحن البشر العادي. نوال ردت هالمرة وما طنشت، يمكن حبت لمرة واحدة وأخيرة ترد وقالت الله بيرضى أنه نكون منافقين وندعي العفة ونشتم الآخرين ونكذب؟ وطلبت نوال بتهذيب من الشخص اللي طرح السؤال انه يرضي ربه وما يحاول يفرض رايه على الاخرين. ما كان بدها اكثر من جمله لينقال لهالنماذج انه بكفي تحط حالك بموقع الواعظ ويمكن انت اكثر الناس بحاجه الى الواعظ. جمله انقالت باسلوب ذكي باكد من جديد انه الفن قبل كل شيء اخلاق، ولما بيجتمعوا سوا عند الفنان ويستثمروا صح بيقدر يحقق الفنان معجزات وتغيير حقيقي على كل الاصعده. نعم. Next. الحمد لله على سلامة الإعلامي عمرو أديب اللي تعرض لوعكة صحية قبل أيام استدعت دخوله المستشفى. قلب عمرو ما قدر يتحمل ضغط الشغل وكان لازم له عناية خاصة، إنما الإعلامي الكبير فضل يرجع على شغله رغم تحذيرات الأطباء والأحبة اللي كان أشد تأثيرا. رسالة شقيقه الإعلامي عماد الدين أديب اللي اعتبر فيها أنه عمرو خيه عم ينتحر. وفجأة نعم، وبدل من إرسال الورود على المستشفى أو كتابة الدعاء على السوشيال ميديا أو الصلاة على نية شفاء عمرو، قام أحد المنجمين اللي ما رح نذكر اسمه طبعا حتى ما نعمل له دعاية، هو راكد وراها ولو على حساب مشاعر الآخرين. طلع الأخ وقال إنه عمرو ما تعرض لأزمة قلبية، لا هو بيعرف أكثر من الكل، قال تعرض لمحاولة قتل بالسم. وطبعا وسائل الإعلام ركضت وراء المنجم لتسأله عن تفاصيل محاولة القتل، يعني هيك كله جزم، يعني تقارير الأطباء ووضع عمرو ورسالة شقيقه كلها مش مهمة، كلها في منجم عنده تفاصيل جريمة ما صارت إلا براسه، شغلت الإعلام أكثر مما شغلهم الإطمئنان على صحة زميل كبير إلهم تعب قلبه من كتر ما أعطى مهنته حب وشغف ووفا وإخلاص. عن جد شي بضحك كتير. Next. عمرو أديب العائد رغم المتاعب الصحية إلى الإعلام استقبل الفنانة أصالة بحلقة كشفت مرة جديدة عن الوجه الآخر للفنانة اللي ما غيرتها الشهرة وتركت فيها طيبة نادرة بالوسط الفني. أصالة خلال اللقاء اعتذرت من جديد من الفنان دوريد لحام وقالت إنها غلطت لما حطت راسها براسه وإنه هو صاحب أفضال كبيرة عليها وإنه مشكلتها بالحياة إنها بتتسرع بأحكامها الشخصية وبترجع تعتذر. على فكرة اللي قالته أصالة في حكمة كبيرة لازم الكل يتعظ منها، لأن الاعتراف بالخطأ فضيلة، الاعتراف بالغلط بيعلي الإنسان ما بينزله، فكيف إذا كان فنان وعنده ملايين المتابعين؟ أصالة برأيها عالبكلة. Next. حبيت كتير مبادرة الفنان عاصي الحلاني اللي هنى الفنان راغب علامة على أغنيته الجديدة تركني الحالي، هيدا جو حلو بتزرعوه وبتحصدوه من المحبين اللي حواليكن. Next. الليلة تحية كبيرة للشيخ سامي الجميل اللي على الصوت وحكي باسمنا وقايع كتار من السياسيين كانوا عم يحاولوا يخفوها لمصالحهم الخاصة. موقفك هالأسبوع كان فعلا على البكلة على صعيد كل الوطن، احضروا هيدا المقطع معي. لأنه الضرائب معمولة تتمول خدمات الدولة للناس، مش معمولة للخوة تتستمر الطبقة الحاكمة بالفساد وبالهدر تبعها. لا بأمنه كهرباء ولا بأمنه مي ولا بأمنه ضمان شيخوخة ولا بأمنه شيء للمواطن، وبدهم يزيدوا على الضرائب وبدهم يكملوا يفسدوا. ما في حياة. يعني أول مرة بشوف سياسي بيشبهنا منا وفينا، بالعادة كنت حسيتهم عايشين على غير كوكب. عن جد سامي الجميل عالبكلة. رح نتابع إيلا وهيدي الصورة التقطها الممثل القدير أسعد رشدين من تليفونه. شوفوا الأولاد كيف معربشين على السيارة اللي ماشية، يعني بشرفكن عن أي قانون سير عم تحكوا وعن أي غرامات عم تحكوا. طالما هيك مشهد منشوفه ببلد منعتبره بلد متحضر بوقت هالمشهد ما ممكن نشوفه حتى بأسوأ بلدين العالم. ما بعرف عشو شايفين حالنا، ما بعرف.
نيكست. منتابع على البكلي ومنشوف هالاسبوع مين كان على البكلي، ولكن قبل خلينا نشوف هالتقرير سوا لامهات من الوسط الفني عبروا عن فرحتهم بالامومه باغنيه لاولادهم. احضروا معي هذا التقرير. بحبها حبيبة أمها يا إخواتي بحبها روح الماما يا قلب الماما انت حياتي انت غرامي يلا تنام يلا تنام لا تذبح لا طير الحمام روح يا حمام لا تصدق بضحك عاري ما تتنام كرمالك يا ماما دنيا تحلى ايام كرمالك يا ماما دنيا تحلى ايام والخير بوعده تكتر. شو حلو، يعني بتصور كل فنانة بتقول اليوم أفضل إنجاز عملته مش الفن هو هيدا الشيء. منتابع مين أفضل أم على البكلي لهالأسبوع. أفضل أم هي اللي بتلم ولادها وبتواجه كل صعوبات ومغريات الحياة. أفضل أم هي اللي بتعلم ولادها المحبة والوفا والإخلاص. أفضل أم هي اللي بتسلحهم بالعلم والمعرفة. أفضل أم هي اللي بتضحي بتواجه وبتتخطى. فكيف إذا كانت هالأم بتنتمي إلى الوسط الفني المليء بالمغريات؟ من أفضل أمهات الوسط الفني الفنانة نوال الزغبي، لرغم كل العواصف بحياتها بقيت عائلتها مصانة وولادها بينشاف الحال فيهم لأن هي امرأة وأم على البكلي. نوال الزغبي مرحبا. بونجور بونسوار. يا هلا يا هلا، نورتي لي على البكلي، أهلا وسهلا فيك. مرسي حبيبتي الليلة عيد. أنا بتشكرك على هالمقدمة اللي قلتيها وعن جد يعني كثير أثرت فيي بصراحة. لا لأنه بتعرفي يعني هي مهمة الأم هي أصعب مهمة بالحياة، فكيف طبعاً. إذا كانت فنانة وعندها مغريات وصعوبات مش سهل يعني تبقى العيلة عندها أولوية مثل ما أنت عملتي. قد إيه تعبتي نوال؟ هي أم وبي كمان طبعاً. أنا أم وبي أي طبعاً أنه بيبقى المسؤولية علي دوبي يعني بدي أقوم بدور الأب وبدي أقوم بدور الأم وأكيد مغريات الحياة كثيرة مش بس الفنانة يعني أوقات بتشوف أم مثلا منا بالوسط الفني بتغريها الحياة وبتترك ولادها وبتضيع. بقى الأم هي أم الأم الحقيقية ما في مغريات بتأثر على حياتها كأم. أنا بالنسبة لإلي يوم اللي اخترت او قررت تصير ام لانه كمان الامراه بتاخذ قرار قرار طبعا قرار كبير بقى هيدا الشيء بخليني يعني لما اخذ هيك قرار اكون مسؤوله عن قراري. ولما اجيت انا كان بدي ولد واحد وربنا انعم علي واكرم علي بثلاثه وهول الثلاثه نور عيوني يعني هول انا عايشه كرمالهم اصلا وهن بيعرفوا هالشيء وانا ما بتهمني حياتي الشخصيه انا بتهمني حياتي الاسريه. نوال قد ايه يعني مستعده بلكي تضحي عن كل احلامك كرمالهم؟ يقال في قول بيقول انه الام اذا ما قدرت تنجح بحياتها ما بتقدر تعطي السعاده لبيتها، قد ايه بينطبق عليك هيدا الشيء؟ هيدا الشيء مضبوط وخاصه اذا الام بتشتغل نعم وعندها بزنس أكيد إذا أنا ما كنت ناجحة بالشغلة هذا الشيء بيأثر بيأثر على نفسيتي بيأثر على كيف بدي أقول لك بتصيري معصبة يعني إيه بتنفقد بالبيت أكيد السعادة بتنفقد بالبيت بس أنا ما بحسس ولادي بأي مطب أنا بقشط فيه ما بحسسهم بهالشيء أوقات بقول لا لازم أوقات يحسوا إنه أنا مثلا مزعوجة من شيء معين بقى بحاول قدر المستطاع
يعني جنبوا لل كيف بدي اقول لك البسيكولوج وهالامور هيدي، لانه يعني على طول بحس انه انا بحاول رقع وبحاول ست فراغ معين بحياتي. فهمت عليك. يعني الحمد لله انه عم بقدر انجح بهذا الشيء. يعني انا صعب كثير، انا اخترت الليله انه انت تكوني افضل ام مش عن عبث، لانه انت قطعتي بمرحله اذا بدك مخاط صعبه وفي قصص طلعت على العلن، وتواجهتي كأم وكأمرأة يعني انجرحتي كتير، وبقيت عائلتك وولادك فعلا بينشاف الحال فيهم. أنا شوي بعرف قصص من تحت الهوى، بعرف قديك أنت يعني حاضنة هالولاد. مين سندك، تيا ولا الشبيبة أكتر؟ ثلاثتهم هن سندي، بس يمكن تيا أكتر من الصبيان تأثروا بقصة الطلاق. نعم، لانه كانت هي بعمر اوعى منهم بشوي وكثير تاثرت، والحمد لله اجتازت الموضوع. بس اكيد انا هذا الشيء تعبني واخذ مني كثير مجهود. نعم، وهي تعبت كمان بقى. يعني اكيد كل كابل لما بياخذوا قرار الطلاق ان الاولاد اكثر شيء بتاثروا بالموضوع، وعم حاول قدر المستطاع انه كنت بعدهم عن هالاشياء. اكيد اخذ معي وقت، بس وصلت لمرحله تخطوا هذا الموضوع الحمد لله بدون اي مشاكل. الحمد لله. اليوم شو هيك يعني نوال بتعلم اولادها شو؟ يعني بعرف سؤال كثير صعب، ولكن شو اهم شيء بتعلمي اولادك فيها؟ بتعلمي البنت غير الصبيان؟ تشوف اذا في تفرقه من البيت. لكن يعني البنت على طول بلا مام، البنت اللي ما عندها كرامه ما عندها شيء. نعم، لانه كرامتك قبل الدنيا كلها. لما بيكون عندك كرامه من اكبر شخص لاصغر شخص بتفرض احترامك، هذا اهم شيء بقول لها اياه. والصبيان نفس الشيء بدهم يحترموا الناس للناس تحترمهم، لانه اذا ما احترموا الناس ما حدا رح يحترمهم. يعني بحاول اكيد، هلا هن بعدهم شوي صغار الصبيان بس بيستوعبوا. يعني انا بعطيهم قصص صايره وهن بيتفهموا هالشيء، تيا عم تستوعب اكثر، صارت مستوعبة كلام اللي بقول لها اياه، وانا على فكرة لا بعيط ولا بصرخ ولا بخبي. كيف بتكون حاسمة معهم؟ كصديقة. انا بحسنهم كصديقة، واوقات بحسهم مقتنعوا بقول خلص، يعني اللي ما بيقتنع بده يدفع حقه، بده يتعلم من كيسه. والحياة بتعلم طبعا. يعني الحياة موجودة، بس الأم بتخاف أنه الحياة تتعلم أولادها. الحياة صعبة، يتعلموا من كيسهم لأنه بتوجعوا ولبعدين كتير منيح. مين بيعذبك أكتر؟ الصبيان شكلهم عم بيعذبوك. إيه لك هي قبل كانت عم تعذبني هلأ بتجنن. الصبيان لا صدقيني يعني بجننوا، ما بحس فيهم أبدا. أكيد توم شوي بيتخانقوا منهم مع بعض، هيدا بده هيك كل شيء يعني، والبنات بس لا الحمد لله. شو هديوكي؟ خير الله. شو هديوكي نوال؟ شو هديوكي الليلة؟ شو هديوكي؟ غير انه هن احلى هدية. يا الله شو شو عملوا لك؟ شو بدي خبرك؟ كل مصروفهم، كل كادويات الكاش بيصمدوها وبيقسموها قسمين، قسم لعيد الام وقسم لعيد ميلادي. موفقين فيك يعني. ايه نوال موفقين فيك. ايه وصدقيني بتصمدوا يعني بطريقه يمكن رجال ما بيقدر يجيب. خي عم تستفيدي بالاخير انت. ايه اجا مين يعوض؟ بكف انه بيفكروا فيي، عرفتي؟ بيفكروا انه على فكره المصاري ما بتعني لهم ابدا، يعني بترجيهم لعصير المصروف ما بياخذوا، او بياخذوا بس كرمال يكفوا حق الكادو لا اكثر ولا اقل. فقريت الله يخلي لك اياهم. نوال الزغبي، انت ام وفنانه وام لبنانيه بنشوف حالنا فيها، ما بعرف اذا على بالك انت تعيدي امك، والكلمه لألك الاخيره. اوه هيدا عيد كبير كثير، انا ما كنت اعرفه زمان قديش قيمته قبل ما يكون عندي اولاد. لما صار عندي اولاد شو بدي خبرك، وقتها طلعت على التي في وغنيت غنية تيا دموعي بكيت العالم، ما عارف ليه. بقى شعور كثير كبير وعظيم، الله خلقه بالنساء لحتى يكونوا من اعظم مخاليق ربنا. طبعا لنكتمل، لانه شعور الامومه ما بينوصف. يعني انا بفقد ابني بعيوني وبقلبي وبكل شيء. أنا بدي عيد كل أمهات الدول العربية، كل الأمهات اللبنانية،
وعن جد يعني وردة قليلة فيهم، كلمة حب وكلمة تقدير قليلة فيهم، لأنه الأم كلها تضحية وأمل ومستقبل لأولادها، وكل أم الله يخلي لأولادها وما يحرم ولا ولد من أمه، لأنه هي سنده بالحياة. أكيد إن شاء الله رسالتك بتوصل. أهلا وسهلا فيك نوال الزغبي، شرفتيني بعلبك لي، رح نشوفك قريبا أكيد إن شاء الله. شكرا لك، اهلا وسهلا فيك وينعاد عليك. شكرا لكم ذوق، وانتم كمان نفس كثير. شكرا، باي باي. باي باي. البريك الاول بحلقتنا ومنتابع من بعده على البكلي، وما تنسوا تشاركونا ارائكم عبر الاكونتس والهاشتاج الخاص بالبرنامج على البكلي، وهاشتاج الليله افضل ام بالوسط الفني. بعد الاعلان عطول امك بتنطرك تشتري شي جديد وتنبسط فيه حتى تنزعه بالغسيل. Who's your favorite? مام. الام مش فقط يلي انجبت، الام يلي ربت. حييكم من جديد ومنتابع على البكلي. هو فاتح على حسابه ومشترك لنا صاحب فقرة أنا ما خصني، هيدا هو بحضرها أنا وياكم سوا، وصرت معكم بنطرة عن جد. سبع معلومات عن أمك ما كنت منتبه لها، كلمة إلا عبالك شي حلو الجواب عطول حاضر. في مربى كل مربى لمين أنا عملتن؟ أمك ما بتخاف على مشاعرك ينجرحوا عقد ما بتخاف على مقلية التفال تنجرح. أمك دايما نهار التنين بتطعميك فضلات غدا الأحد حتى لو كان عبارة عن عينات. عطول أمك بتنطرك تشتري شي جديد وتنبسط فيه حتى تنزعه بالغسيل ويحل شي عليه. بتوعيك قبل الضو وبعز البرد لتقلك أعطيني بيجامتك للغسيل. من أنت وصغير بتقلها ما بتاكل مجدرة، وبعدها كل ما بتعملها بتقلك طب شو عرفني إنك ما بتاكلها. وأخيراً إذا قلت لها إنك مش عم بتلاقي السعادة بيكون جوابها وإذا قمت ولقيتها. عن جد هالقصص كتير كمان بين كل أمياتنا الله يخلينا ياهن. رح نتابع عالبكلي والفقرة هلأ من الشارع. هالفقرة بتنقل نبض الشارع، سألنا الناس كيف بيرادوا أمهن لما يزعلوها. كلنا منزعل أمياتنا، خلينا نشوف الناس شو ردت. حنينة وكل طيبة يا ربي خليك يا أمي. أيتها الآخر مرة زعلت أمي؟ مش من زمان، جمعة جمعتين هلا. كل يوم زعلة. امبارح. من كم يوم. كيف بترضيها لما بتزعليها؟ بوسة وبعتذر منها، بعبطها وبغمرها وبشم ريحتها وبقلها بحبك كتير. بوسة على راسي، بجيب لها هدية، بعمل لها نفس أرجيلة وباخذها مشوار وبصالحها. ما براضيها، بدل زعلاني منها. طلع بالكاميرا وجهي لها معايدة، بقول لها ينعاد عليك وأنا بحبك كتير، وهي بتعرف قد أنا بحبها. ماما كتير اشتقت لك، وإن شاء الله إن شاء الله بشوفك قريب. ما حسيت عن جد إلا لما صار عندي ولد، حسيت بمعنى الأم. إن شاء الله أقدر أوفيك تعبك وكل شيء عملتيه كرمالي. ينعاد عليك يا ماما، بحبك كتير كتير كتير، الله يخلينا إياك يا رب حبيبتي. بدي أعبطها وأقول لها إنه أنا كتير 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 بحبها. هي ما بتزعل مني كتير، بتزعل من رشا كتير، لأنه بس بقول لها إني بحبها كتير، وهي أنا معودة على الدل زعلانة مني. إن شاء الله بضلك فوق راسنا يا رب، بحب عايدك وإن شاء الله بنشوفك قريباً، وأنت أحلى أم. إن الأم التي تهز سرير طفلها بيمينها تهز العالم بيسارها. مروري إلى الجنة هو من تحت أقدامك، لأن الجنة تحت أقدام الأمهات. الله يرحمها وتوفاية، يا ريت في أم، يعني الأم كل شيء بالدنيا. إذا معقول هلأ عم تسمعك شو بتقولي لها؟ الله يرحمك وبحبك كتير، كل عام وأنت بالجنة يا رب. إلى خبز أمي وقهواتي أمي ولمستي أمي وتكبر في الطفولة يوما على صدري يومي. حبك. و
وانا كمان بحبك، بس ما بعتقد انا في ام بتزعل، يمكن هيك بتعتب شوي ثلاث ثواني وبينتهي الموضوع. رح نتابع هالموضوع بليله عيد الامهات. فكرنا الليله بكل امراه ما قدرت تحقق امومتها لعده اسباب، ولان هالنقطه بالذات بتولد بالغريزه مع المراه، حضروا هالتقرير الجديد كيف ممكن تعود المراه عن فكره حرمانها من الامومه. قبل ما أرجع أستقبل بفقرة شوي من هون وهونيك السيدة سلام سعد، وهي مستشارة علاقات دبلوماسية اتيكات وبروتوكول، لنعطي إذا بدكم نصايح تقدر فعلا تساعد المرأة اللي انحرمت من الأمومة بقرار خاص أو لأسباب خارجة عن إرادتها. ولكن قبل خلينا نحضر هالتقرير سوا. Dad. Dad. Who's your favorite? Mom. عيد الأم مناسبة سعيدة لكل أم بيحتفلوا فيها أولادها ولو نهار بالسنة، ومناسبة سعيدة لكل ولد بعده قادر يعبر عن محبته لأمه، والعيد نفسه مناسبة حزينة لكل شخص فارق أمه، ولكل سيدة انحرمت من نعمة الأمومة. مش عيني تفتح الراديو وتسمع معايدات أولاد لأمهاتهم وما تلاقي مين يعيدها، ومش عيني تشوف الورد غامر الأمهات بعيدهم وهي أقصى أحلامها ولد وما بدها حتى وردة بعيد الأم. بعض السيدات بتعود من خلال أولاد العيلة والأصحاب ويمكن بتربية الحيوانات الأليفة، والبعض ما في شي بيعوضها على القليلة بيوم عيد الأم اللي بيذكرها إنه محلها مش هون. فعلا نعمة كبيرة، الله لا يحرم حدا منا. بدي يعني أتمنى هيدا الشيء حققوه كل فريق عملي، رشا بالكنترول، هبة بوجه، أنجي بالتلفزيون، مين بعد في عنا، كلوديا بالمونتاج. بتمنى كلكم تحققوا أمومتكم. هالموضوع حساس كتير جدا، لأتعمق فيه أكتر بستقبل سلام سعيد. مرحبا مدام سلام. يا هلا فيك. اهلا وسهلا فيك. حضرتك مستشاره علاقات دبلوماسيه اتيكيت وبروتوكول. صحيح. اليوم هيك اخذينك لمجال ثاني ولكن كمان خبيره فيه. كان شفنا بالتقرير، يعني فكرنا الليله بما انه نحن بليله عيد الام، انه في كثير نساء ما عرفوا هذا الشعور. ونحن بلكي المرأة مثل بقوله بالغريزة بتخلق هالمحبة عندها. أول شيء اللي معرفة الأمومة بتعرف هيدا الشعور؟ أكيد أكيد، لأنه مش كل ست عندها لقب أم هي أم بالفعل. الأم محبة، الأم عطاء، الأم تضحية، اهتمام بالآخر. ياما في كتير ناس أمهات عندهم أولاد ولكن هن أمهات بيولوجيا فقط. صح. ما بتلاقي هالعاطفة عندهم، ما بتلاقي هالعطاء عندهم. عشان هيك منشوف كتير حالات من أمهات تركوا أولادهم وما اهتموا فيهم، وهيدي حالة شاذة ما حنحكي عنها. ولكن بالبروتوكول وبالأتيكيت الأم هي كل مين بيهتم فينا وبيعطينا عاطفة لا متناهية وبيساعد بتربيتنا وبتنميتنا وبيحبه لإلنا. فبالتالي مش ضرورة تكون الأم هي اللي أنجبت. الأم هي اللي اهتمت ويلي حبت ويلي ربت ويلي كبرت ويلي كانت موجودة وقت نحن بنكون بحاجة لإلها. تقدر تكون عندها نفس المحبة؟ يمكن كان لازم نسأل أمهات أس أو أس يلي يعني بيربوا أولاد منهم بيولوجيا منهم، ولكن بتقدر الأم تحب هالقد مثل كأنه شقفة منها؟ بتعرفي في كتير نماذج بمجتمعاتنا وفي كتير وقائع بتقول إنه في ناس بيحبوا الأولاد وحتى لو ما كانوا شقفة منها، وفي كتير أمات بجانب آخر بتكون الشقفة منهم ما عندهم هالحب لإلها. لذلك اللي بنقوله الأم مش فقط يلي أنجبت، الأم يلي ربت. في صبايا وستات الأسواس أكبر مثال لحضرتك ولكل المشاهدين إنه العطاء اللامتناهي والحب الكبير ممكن يكون موجود عند أي شخص سواء أنجب ولا ما أنجب. وهون كمان الأتيكيت بيقول والبروتوكول بيقول إنه لما بدي أعيد بعيد الأمهات مش فقط بس الأم اللي أنجبتني، بدي أعيد أي حدا نهتم فيه، يعني عمتك، خالتك، صديقتك، جارتك، أي حدا بتحس بعاطفة أمومة تجاهه يستحق المعايدة، مثل ما منعايد الرهبات لأنه هن كمان حبهم لا متناهي وعطاؤهم كتير كبير، مثل ما منعايد أي سيدة حتى لو ما كان عندها أولاد، هي إذا كانت عندها هالعاطفة وهالاهتمام بالآخر تستحق المعايدة. طب بدي أسألك سؤال يلي هو موضوع حلقتنا، ولكن هيك هلأ خطر على شيء على بالي، مين هي أفضل أم؟ هي اللي قاعدة تركة حياتها، يعني
مضحية بلكي بكل طموحها وأحلامها وقاعدة مع أولادها، ولا يلي تشتغل. عم تشتغل ومع أولادها؟ بدك أقول لك هذا السؤال بيوجع ضمير كل أم تشتغل، ولا بدي أقول لك آخر الإحصائيات؟ آخر الإحصائيات بتقول الاثنين. آخر الإحصائيات بتقول إنه الأم العاملة بتكون أهم مثال لأولادها، لأنه صح. بتكون الوقت يلي عم تعطيه لأولادها هو وقت نوعي غير كمي، وبالتالي بيكون الولد عم بيشوف أمه عم تشتغل وتكافى لحتى تثبت نفسها. مش ضروري عمل الأم يكون فقط مادي، ممكن تكون عم تشتغل لإثبات نفسه، وهذا شيء كتير مهم بمجتمعاتنا ولا تطور واقع المرأة بعندها بلبنان أو بالدول العربية كافة. لذلك لما يشوف رول موديل أو مثال له عم بيشتغل وعم بكد، مش فقط مرتاح باللي قاعد فيه، بيكون مثال أكتر لحتى يعطي ويعطي. واقعيا على الأرض بعتقد أنه أي أم لازم يكون البريارتي عندها أو الأولوية عندها هي عائلتها، يلي فيها تعمل توازن أو بالانس ما بين الكارير بين المهنة تاعيتها وبين أولادها، هي اللي بتكون رابحة. فبالتالي شو اللي بيسعد الأولاد وشو اللي بيسعدها بحياتها الاجتماعية أو المهنية هو لازم يكون مسار عمل لإلها أو خط لإلها. إذا عم نحكي بالمثاليات من دون ما يكون في ضغوطات اجتماعية حياتية مالية بتجبر الأم لحتى تشتغل، عم ناخدها بالحياة الزهرية اللي كل شيء لافي أون روز وكل شيء طبيعي إنه هي حابة تشتغل ولا لا. طب ست سلام، سؤال هلأ يمكن موضوع حلقتنا، حكينا عن فكرنا بالأمات اللي ما عندهم أولاد كيف ممكن يعوضوا، خلينا نقول انه ما تبنت ولد، نحن بعد ما فتنا بالشق النفسي بنخلي الاختصاصيين يحكوا ايمتى ممكن الام تقبل بواقعها اذا كان ما عندها اولاد، وايمتى ممكن تتخطى الازمات اللي هي عم تفوت فيها. بتقدر امراه بقرار شخصي او لا؟ اكيد بتقدر، بس سؤالي انا ليه مثلا امراه بقرار شخصي بتقول ما بدي اجيب اولاد؟ بيكون قرار شخصي لها وهي حره بقراراتها، وبعرف كثير ستات اصدقاء لي كان خيار انه ما بدهم يجيبوا اولاد، بنحترمهم لخيارهم، هن عارفين العاطفة اللي عندهم وعارفين خياراتهم بالحياة، كل واحد عنده خيارات بيشتغل على أساسها، مع العلم أنه بالطبيعة غريزة الأمومة تغلب غريزة الزواج عند المرأة، ولكن كل شخص بيكون عنده خياراته. من هون منقول أنه عدم الإنجاب مش ضروري يكون بعلة من المرأة ولا بعلة من الرجل، ممكن يكون خيار شخصي. من هون منقول السيدات اللي ما عندهم أولاد لازم يقدروا يعرفوا أنه لح يمرقوا بفترة شوي لحتى يتقبلوا الواقع، ومن ثم لازم يدركوا الواقع اللي هن عايش فيه ويتغلبوا عليه. وهون بتتوجه الرسالة للمحيطين فيها أنه يساعدوا كلهم، كل المحيطين فيها أنه يحاولوا قد ما فيهم يقدروا يتقبلوا هالاختلاف الواقعي لهالسيدة. منا الست عندها أولاد، ولكن يشوفوا الإجابة بحياتها، يشوفوا العطاء اللي عم تعطيه. إذا بدنا نقول في مشكل ما بعرف شو هو منع أنه يكون في أولاد، يعني في محاولات ولكن ما بعرف إن كان يعني جسدية أو نفسية أو في كتير أسباب بتمنع أنه يصير في إنجاب أولاد. كيف الأم يلي متعطشة يكون عندها ولد؟ في كتير أمات بتحس يعني بيعرفوا قيمة ولد لأنه ما عندهم أولاد. كيف ممكن يعوضوا هالشعور الكبير يلي صعب ينوصف؟ تعطشهم يعني. صحيح صحيح، ولا يلاموا، ولكن بالبداية لازم يوصلوا لمرحلة يعرفوا الواقع اللي هن فيه، يعرفوا الخيارات المتاحة قدامهم، ما يعيشوا على ظلال الوهم والأمل يلي ممكن يكون بحالات جيد ولكن بحالات بيكون ما حيفيد. لازم يطلعوا يعرفوا شو الواقع تاعهم. فبالتالي إذا الواقع تاعي كان استحالة الإنجاب، لازم أعطي خياراتي لأمور أخرى بالحياة. مثل شو؟ كيف فيها تعود؟ ممكن تعود عملها الاجتماعي، عملها الحياتي، عملها لعائلتها، عملها بأي شكل تين. ممكن هالعاطفة تفجرها بولاد إخواتها، بولاد المحيطين فيها، بعملها الاجتماعي. فبالتالي العاطفة الأمومية مش بس للولاد، ممكن تكون لأي شيء موجود بمجتمعنا. تركز هالعاطفة اللي عندها يلي ما قدرت تفجرها بكل أسف بشي مكان ممكن يكون فيه له فايدة لا للآخرين. وفي كتير حالات بمجتمعاتنا واضحة، منحس سيدة ما عندها أولاد بتلاقي كل العاطفة توجهت لأولاد الخي ولأولاد الأخت. أو منلاقي كمان كتير سيدات ما أنجبوا أولاد ولكن ما بدنا نسمي، ولكن كانوا بارعات جدا بالمجال المهني اللي هن عندهم فيه. المهم هالعاطفة نقدر نستغلها بشكل إيجابي، ما نخلي هالشوق لهالعاطفة تغلبنا وتخليها حياتنا وتكبلنا يعني وتكبلنا وتقيدنا بالمكان اللي احنا طبعًا. فيه. إن شاء الله اليوم رسالتك توصل لكل الأميات. نحن سائلين اليوم هاشتاج أفضل أم بالوسط الفني، مين أفضل أم بالوسط الفني بالنسبة لك؟ هتفوتك بالفن شوي. عطيني ثلاث خيارات
خيارات حتى اختار؟ لا ما فيني بصير انا كثير عم بوجه. بتعرفي كل ام فرحه بولادها وكل اولاد بيشوفوا حالهم بامهم سواء كانت فنانه ولا هي افضل ام. كل ام مميزه بالعائله الصغرى اللي هي فيها، مع انه الاولاد بمرحله من مراحلهم بصيروا يقلبوا عيونهم بيقولوا امي ليك شو عملت، ولكن لاحقا بالعمر بعدين بيعرفوا شو يعني ما بنعرف قيمه امنا غير لما يصير عندنا اولاد. طبعا الله يخلي لك اولادك وتفرحي فيهم. اكيد انت بالنسبه لهم افضل ام، مثل ما كل ام بعائلتها هي الافضل. شكرا سلام سعد، ان شاء الله رح نرجع نلتقي بلقاءات مقبله. اهلا وسهلا فيك بعلبك، اللي شرفتيني. انا تشرفت بوجودي معك، يعطيك العافيه. شكراً. انا بتابعك دائما وفرحة بشغلك وبعطائك وبمهنيتك. شكرا شكرا، أهلا وسهلا فيك. راح نتابع ولكن بريك تاني بحلقتنا وراجعين على البكلي، وما تنسوا تعلقوا على الهاشتاج الخاص بحلقة الليلة أفضل أم بالوسط الفني. بعد الأعلان أصدق ما حسيت وشعرت أمي على طول الدهر يا شعلتي من نار. ولادي مع اصحابي مع عائلتي لحالي بتهر اجمالا كل يوم 4-5 مرات اجمالا 3 مرات كل يوم تقريبا. انا والمعلمات بالمدرسه حبيبتي عرفاتي 3 مرات مع ابني، 2 مرات مع مرتي بالويكند. رفقاتي البنت اللي بحكي معها، رفقاتي بالجامعة. أمي بالبيت. بالبيت. هلا الماما بالبيت. ببيتها. بالبيت. 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 بالبيت بالشمال. مع أمي؟ ماما بحكيها على التليفون ما بشوفها. قليل. قليل شي 2 مرات بالشهر. وعدتك انه روح انا وياك مشوار بس ما رجعت قدرت. انا جمعة الجاي نهار الاربعاء عزمتك على العشاء. انا وياك لحالنا بتروحي؟ شو بتقولي اوكي؟ عن جد يمكن أكثر كلمة بتعبر. بتحب الفرح مرحة كتير. قلبها الطيب يلي بحب الكل وبتمنى يجي نهار بصير عن جد مثل أمي.
بحييكم كمان مرة ومنتابع حلقتنا اللي ختامها مواجهة مع مي حريري وإطلالة خاصة لملحم بركات جونيور برسالة مباشرة لأخواته. ولكن قبل رح نتوقف مع فقرة بلا فوتوشوب. ليلتنا خاصة بعيد الأمهات وكل التحيات لتضحياتكم. رح استقبل بها اللحظة رضوان صادق اللي كان من أبرز مشتركي برنامج The Voice، رح يطلق الليلة من خلال برنامجنا لأول مرة أغنية خاصة بعيد الأم. رضوان صادق أهلا وسهلا فيك بعالبكلي. أهلا فيك. أنا بحب هيك يعني ضوي دايماً على هالمواهب الحلوة، خاصة أنتوا عم تتخرجوا من البرامج الكبيرة، لما بتطلعوا على الواقع، الواقع صعب صح؟ كله بيتغير على أرض الواقع. يعني بيكون واحد هيك محمس أول شيء ومنطلق وطاير. في هيك فريم هي الشطاره والاول بتلاقي لافي مش ان روز برا مثل ما موعود. رضوان صادق، انت يعني غير انك كنت بفريق كاظم الساهر باخر سيزن من ذا فويس، انت كمان يعني ربحت ببرنامج كان ينعرض على الجديد مع غني مع غسان اول سيزن، كنت الرابح 100%. خبرني اليوم يعني كيف من بعد ما خرجت من ذا فويس كنت بفريق كاظم بقيت للنهائيات، قد ايه اليوم في تواصل مع كاظم الساهر؟ هلا بطبيعه الحال اكيد يعني بحكم ارتباطاتهم كلهم هن النجوم اللي كانوا بالبروجرام، مش رح يكون التواصل مثل الوقت اللي بيكون موجودين مع بعضنا يعني، بس نعم. بضل يعني هيك من فتره لفتره في يعني تواصل، يعني في تواصل بتاخذ رايه بشكل عام بشكل عام بس انه خلص التركيز، واحد كيف بده يبلش كمان يتكل على حاله، يعتمد على حاله ويختار طريقه. اكيد يعني الأول نقطة يعني أهم نقطة أنه كيف نبلش موضوع الإنتاج، وهلأ خلال تنسيق الجديد مع شركة الإنتاج الجديدة اليوم يعني رح تمضي مع الفنان، أنا بسميه جون ماري ريشي لأنه ملك بإدارة الأعمال، اليوم عم تمضي معه. صح أي نعم. خبرني عن هالتوقيع. من بعد يعني ما خلص برنامج The Voice، يعني هذا أكبر ربح أنا بعتبر أني حصلت عليه، وأكيد تعاقدنا مع شركة جي ام ار برودكشن هي الممثلة بالمبدع جون ماري رياشي، وبلشنا إن شاء الله عم نحضر كذا شيء هلأ بالاستوديو، عم نحضر ألبوم كامل وعم نشتغل هيك، يكون يعني بدنا نركز أكثر على اللون الشعبي بس بطريقة شوي جديد يعني. أنت شعبي بس مش إنه مشعبان، مش على الديك يعني. مع احترامنا دغري هلأ لا طبعا يعني أكيد. بس اليوم بس نسمع شعبي دغري منروح إنه إكستريم أو مش، لا أكثر على الشعبي اللبناني الهين السهل على الأذن طبعا، ويكون أكيد لون خاص يعني لون شيء جديد أكيد. رضوان أنت الليلة معنا لأنه أطلقت يمكن على صفحتك على الفيسبوك بس واليوم رسميا من خلال عالبكلة أغنية خاصة بعيد الأم، وما في أحلى من الليلة يعني تغني لكل أم، فينا نسمع هيك مقطع من الأغنية بصوتك؟ أكيد. هلأ الأغنية صارت مثل ما تفضلتي، أغنية هي صايرة بين القصيدة والأغنية بعنوان أمي، موجودة أكيد كاملة مع الميوزك تبعها موزعة على صفحتي بالفيسبوك رضوان صادق، رضوان صادق عربي الأجنبي. وهلا بسمعك أول مقطع وهيك آخر مقطع تقريبا على السريع منها. أي أكيد أكيد. وسلف إهداء يعني لكل الأمهات بالعالم. أمي 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 يا أمي، يا جبل من صبر يا قلعة الأحرار، أمي يا بحر من قهر يا بير من أسرار، أمي على طول الدهر يا شعلتي من نار، أمي يا حنان ونهر من العطف أمطار، أمي 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 لحتى أموت ضل بقول أمي 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 أمي.
أمي. بالدم أفديكي ربي خليك يا أمي يا ميمة. أمي أمي يا أمي. دمعتي مثل ما دمعت كأنه خنقتني مش دمعتني يعني فظيع. شو هيدا الشيء؟ يعني هيدا صراحة يعني هيدا أصدق ما كتبت، أصدق مش ما كتبت، أصدق ما حسيت وشعرت تجاه أمي. وهيدا يعني أقل شيء ممكن أقوله أو حس فيه أو أشعر فيه أو أقدمه لهالقيمة ولهالكنز ولهالنعمة اللي الله أعطاني إياها الأم. الله يخلي لك أمك ويخلي كل الأمات هيك يعني وجعتنا. وقلبي مع كل حدا يمكن أمه بالسما أكيد رح يتوجع كتير الليلة. فينا نختم هيك بعد بست الحبايب يلي هي شعار صارت لكل أم عنوان. قد ما أكيد. صوتك حلو بدي هيك يعني أشبع منه قبل ما تفل كمان يعني بدي أرجع قبل ما نختم هيك من دندنة أنا وياك. أكيد حي تحية خاصة هيك لكل الأمهات من عيدهم عن جديد، وإهداء خاص هيك لأمي الله يخلي لي إياها. إني ثلاث إهداء أعطي ثلاث معايدات، معايد أمي وبعايد حماتي الله يطول بعمرها هي الأم الأم الثانية، وأكيد بدي عايد مدامتي وحبيبة قلبي اللي هيك الله كريم الله بيطعمنا وبتصير أحلى أم. الله يخليكم لبعض. الله يخليك. وأنا بدي عيد الكل كمان مرة. سمعنا هيك صوتك الحلو على يلا أنا وياك. ست الحبايب يا حبيبة يا حبيبة يا أغلى من روحي ودمي حنينة وكلك طيبة يا ربي خليك يا أمي يا ربي خليك يا أمي. يا ست الحبايب يا حبيبة يا حبيبة وحبيبة. الله رضوان صادق أهلا وسهلا فيك بعلبكلي اليوم. يعني من خلال عالبكلي بدي أطلب من كل الأعلام هول المواهب مجبورين نحن نضوي عليها، يعني الله يسلم هالصوت الحلو. شكرا من أكيد زويك. إلى الملتقى القريب رح نتابع مع فقرة عالبال. بهالفقرة عم نسأل عن بعض الفنانين والمبدعين ببلدنا اللي قدموا الكثير للفن، غابوا أو غيبوا مش مهم، المهم إنه الفن طلع مشحف بحقهم، بس أنا بقلكن بعدكن على البال. خلينا نشوف الممثلة روني ديك اللي كثير لعبت دور الأم وين صارت. يوم أنا بانتظار أنا ينسي مثلت أكبر أدوار، والكتاب المسرحيين كتبوا لي أدوار على شخصيتي. هلأ ما فيش في ركود، في ركود بالبلد وأنا كبرت يمكن، إلا ما يجي شيء ما بعرف. آخر شيء عملت فيه النوج مع دليل حمدي، مسرحي اشتغلت مع الفرنسوية، بشتغل بالفاين آرت مع التمثيل والرسم بالأليو اللي 40 سنة أنا هون. أنا بلشت مع منير عبد المتقى، كان أول ما عوج المسرح وأهم شيء كان سبة العطاء، وضليت أشتغل هلأ من قبل 5 سنين. بلبنان ما فيك تاخدي حقوقك كلياً بس كتر خير الله، بس لازم الدولة تعطينا دماشة خوخة هاي اللي مفزعتنا،
بكره انا اذا بطلت اشتغل ما بعيش. ركبت كل حياتي تصير عندنا شيء، نحن منين قبل بمسك اذا عم نعمل فرقه بعد ما رجعت بالعلبه تعطونا دواء شيخ ودواء صحي ما عطونا شيء. اذا عجبني شيء دور بس التلاميذ بتعلموا مني المشي على المسرح، الحكي والتواصل والالقاء وحسن السلوك بالمسرح. ان شاء الله لبنان يتحسن والوضع الفني يتحسن. اكثر شيء اكيد بلبنان الممثلين، كل الفنانين ببرز حالهم نعدل الممثلين. يعني ما بعرف كيف ممكن تشوفوا هيك تقرير وتضلوا ساكتين ما تتحركوا ما تكسروا الدنيا لتساعدوا هالفنانين ما تكون هيك آخر أيامهم. رح نتابع بعد الفاصل ونتابع بلقاء جريء مع مي حريري ورسالة مؤثرة من ملحم بركات جونيور، وأكيد رح رد بعد البريك. بعد الإعلان. شو بتقول لأخواتك اليوم إذا هيك مرتك بوجة؟ ما عندي شو أقول صراحة. سيار باس؟ ما بدنا نجاوب لأنه موضوع طب. نجمة على البكلي لليلة امرأة حلوة وام ضحت بالرغم من كل ضغوطات الحياة، دخلت الفن مع موجة دخول كتار من الحلوات إلى الفن، وبالرغم من انتقاد على البكلي إلى أكثر من مرة ما كان عندها مشكل المواجهة وتوضيح وجهة نظرها بوقت كتار بيعملوا ردات فعل. هي قبلت المواجهة بكل ثقة. بهالحلقة أيضا قضية الموسيقار الكبير ملحم بركات تابع ولكن على طريقتي، ورسالة مؤثرة الليلة جدا وأطلالة خاصة لملحم بركات جونيور، ضروري تحضروا هيدا اللقاء. وصلت عند مي حريري على كفر حبيب، حلقة يعني فيها كل الاتجاهات لأنه مي أنا كذا مرة منتقدتها وكان عندها الجرأة تتصل فيي أكثر من مرة تعاتبني وتعيط وتصرخ، جايين نحلها الليلة. معقول عملتها لحظة بعم ببرم من الكاميرا عملتها وجيتي لعندي؟ عملتها قديش بوقع حالي؟ بجي فوت ولا بفل؟ بس هيدي شو وقحني ولا شو؟ ليه وقحني؟ قديه وقحني؟ لا قديه انت جريئة انه بتتصلي فيي ومنحكي وما بتزعلي، انت عقلك كبير على فكرة. ايه انا عقلي كبير بس اوقات كتير يعني بفوت عصبي يعني شوي، صرت زيادة كتير عقلي كبير لازم شوي. على كل حال اهلا وسهلا. انا قلت له للناس انه جايه انه في مشارع وكذا فجايين لا لا لحسابي اليوم. بليز سلام. هلو ماي. هاي. خليني بوس. ايه شفتي؟ تفضلي سوري فردي. يلا يلا تفضلي. لمين هول الوردات؟ هدول الك. شو حلوين؟ بحب الورد انا كثير. ماي؟ بهديكي وردة صفرا ولا حمرا؟ لا اصفر غيره ما هي ما بغاري؟ لا طب قد ايه بغاروا مني؟ حمرا لاني كلني قلب. كلك قلب ايه؟ كلني قلب. لا لكن يمكن اكثر شغله معروفه عنك قديشك عن جد كلك قلب. ايه والا ما استقبلتينا. الحمد لله ما هي خلينا نقول للناس يعني اللي بيتابع على البكلي بيعرفوا انه انا يعني كذا مره حكيت عنك وانتقدت بلكي قصص وكتير قدرت انه بتحكيني وانك بتتقبلي وانك بتحاولت يعني إيه بس بحكيكي تفهمك بقول لك يا عمي عم تفهم الموضوع غلط غلط ايه ايه يعني دائما انه انا بقول بس بحب انك بتتقبلي ايه بس كل لانه انا اليوم في غير ناس عملت لي بلوكات ما اه عن جد ايه وانه يعني عرفت تطربقت الدنيا انا بحب الفنانين يلي ما بدهم الصحافه بس زقيفه لالهم يعني بيقدروا يسمعوا وجهه نظرنا بس انه وقت بتظلمتيني شوي ايه حسيت هيك اخر شيء اخر مره حسيت انا ايه ظلمتك انا اصلا يعني انه بيقولوا لي افتحي حط الجد مثلا الجديد شوفي شو عم تحكي عنك نسرين يعني بقول لهم انا كثير بتضحك وهيك بقول لهم معلش دغري بتلفني بقول لك ثانك يو مره قلت لك بعث لك مساج ايه كذا مره ايه يعني كل ما تقولي شيء بس اخر مره لاني كنت كثير مجروحه وكنت انا اوريدي انا كنت تعبانه يعني تعبانه عندي تعب وهيك من جوا فقلت انا انه قد بدي اتحمل يعني انه هون وهون وضربات عم ردها هيك هيك فقلت انا انه خلص يعني خليني احكي معها تفهم انا شو في طار عندي في شيء مشكله معي بتعرفني شخصيا ما شايفه شو اللي ما اكتشفت في طار اكتشفت لا انك انت عم تتاثري بشيء بانتوراج حواليك الناس اللي عم تحكيكي مثلا ماي 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 ماي
صرتي دائما اللي عم نسمعه بكل الصحافه ما مش انه انا ما هي المشكله انه الصحافه ما مش بكل الصحافه بالعكس الصحافه دائما انت برايك كصحفيه هلا خلينا نحكي بصراحه ما بتحسي انه الصحافي مثلا بيتعاطفوا اوقات مع اشخاص ثاني لهم لا طبعا اكيد يعني مش اوقات بلقى اكثر الاوقات عرفتي كيف ما بلومهم انه اوكي بس انا بتمنى انه يكون مثلا لما انا حكيت معك كنتي متجاوبه معي وعم تسمعي لي فاليوم انا لما بدي يكون في شيء واحكيكي وتحكيني اسمع لك وتسمعي لي وتحسي انه انت يعني ادقرك من جوا انه تحسي بمصداقيه الانسان اللي مزبوط عم يحكي مزبوط يلي الاشياء اللي حكيتناها سوا اللي ما بدنا نحكيها على صح الهواء. اللي ما بتنحكى على الهواء من هيك نحن اليوم سوا يعني لحتى نحكي بالزبط. لانه انا شفت ميلي تاني من مي حريري كثير عبالي شوفها يعني فرجيه للناس يعني مي حريري غير هالمره الحلوه كثير واللي دوخن العالم في حدا كتير حلو ونظيف جوا شخصيتك القويه لا توحي بالجوا الموجو يعني بياض القلب الجوا هيدا قصدي انا شخصيتي قويه ما بحس حالي انه شخصيتي قويه اكيد شخصيتي قويه لقال لك لانه الانسان بيكون عنده قوه اوقات انه ضعف كمان عرفتي شو انه انا من جوا انساني بحس حالي انه لا بضلني بضحك طبعا مين عمين تتكي معي يعني هيك وقت اللي بتسكر هالدنيا انا بقعد بحكي مع اولادي يعني مع ابني مع ملحم مع بقعد بحكي انا بنتي بس بحكي انا وياها كانه رفقه يعني هيك بحكي انه انا بحكي مع عائلتي بحكيكي صراحه يعني انا انت يعني انه انتيم بتحسي انه انغدرت كثير يعني حتى من الاصحاب حتى بتحسي فيه يعني انه بطل في ثقه عندي نوعا ما هيك فيك تقولي يعني يمكن عندي صديق عرفتي كيف عندي شباب اكثر من بنات فيني اقول لك انه هو يمكن انه ايه اصحابي فيني احكي لهم لانه اوقات في اشياء ما فيني اقولهم لابني او ما فيني اقولهم لبنتي عم بحكيكي بصراحه ما في شيء صدقوني يعني ما في شيء ما في شيء هلا بنحكي على قصص القلب جمالك شو سره يعني سره دائما لا داني لازم احو داني كامل هون موجود حي داني كامل عن جد داني تعا شوي لا لا ما في ما تزر اوكي اوكي مزبط حاله اليوم داني داني كامل ايه داني مهتم فيك عم بلبس الجور لبسه جور لبسه جور حلو شو شو قصه كيس الجور اللي ما بينترك بكل صورك مره عملنا ريبورتاج ايه كمان حكيتي عنه طب ليكي بسالك شيء بشرف احنا ما مخلين شيء مش عاملينه فيك بالعلبكه انا مبسوطه مش شاريه شيء مبسوطه فيه طيب قال الفين قال مره قلنا طب انا نفسيته تصوره طيب من نوع مش نفس الكيس كل مره قال لا مش نفس الكيس بتضبيه بالشنطه وبتاخديه من سفره من بلد لبلد هيك انه مزحنا بهالمعنى لا كنت لا اشتريت لي ديور السيلفر وشريت الجولد رحت على اثن اشتريت الجولد رجعت رحت اشتريت السيلفر من بلد تاني مزبوط طب شو بعمل فيه عطول عطول حمل انا حملته واحد حمله جيفري عرفتي كيف انه وقت ايه قلتوا لي قالوا لي شيء طب مبسوطه فيه طب ما هلا كل حدا حلو لازم يفوت يغني لا انت تعرفي شو ذكيه انا بحبك كثير دائما بقول انه نسرين كثير ذكيه بس إن انه انت يعني بس بدك تقولي ما تخافي بخوني حدا يعني بس مش لطيف يعني بس مش تفك عقد يعني لا مش لا عقلي انت مره حلوه ليه بدك تفكي مش عندك شيء حتى لو ليكي ما في مره بشعه انا دائما بقول ما في مره بشعه عرفتي بالكون كيف اذا انت حلوه بس ما في بشكل عام ما في مره بشعه لانه المراه كل مره عندها سحره وكل مره بعين حبيبها وبعين جوزها هي اجمل نساء العالم صح طب كل مره حلوه لازم تفوت تغني نحن وصلنا اخر مرحله بلبنان كل وحده حلوه لازم تفوت تغني لما فاتت مي حريري على الغنى اكيد سمعتيها ايه شو قالوا انه شو بدها بالغنى ايه عملت شيء انا عكست يعني عملت شيء قدرت اني اعكس لهم رايهم فيي عرفتي كيف طلع صوتي احلى من كل اللي عم بيغنوا البنات يعني الجيل اللي فاتوا معي يعني طلع احسن مين قال يعني مين الاكاديمي اللي قال انه صوتك حلو يلي اخذتي بالشهاده ملحم بركه الله يرحمه بالعكس عندي خامي انا بصوتي يعني انه في خامي في صوت انه على التمرين صار احسن واحسن يعني انا غنيت غنيه مع حفظ الالقاب وليد سعد انه اليوم انا عملت له غنيه اخر غنيه عملتها اللي كان المخرج هلا عم يحكي عنها إنه كتير صعبة مش حدا بيقدر يغنيها ولا حدا وقدرت تغنيها فيها مغنى الغنية قدرت تعملي فرق يعني في محل اليوم لمي حريري بالغنى ليه عندي أنت بكل شيء بحياتي لأنك مي حريري مش لأنك بس بتغني يعني كل شيء خلاص ام باكج ايه انت باكج انا بوافقك انه انت باكج بس مش انه بالفن ايه ما فينا نقول بالغناء يعني انا مثلا مهووسة بشيرين انه كصوت بحبه كتير
عرفتي كيف؟ بس انه انا عندي ناس بتحبني وبتحب اغاني، عندي فانس بتحبني بتحب اغاني، بتحب ستيلي، بتحب كل شيء، بتحب كل حياتي. اللي انا يمكن في كثير شغلات بحياتي ما بحبها. عندك فانز يعني، عندك قاعدة، عندك ناس لاحقينك بخلوك بلكي هن تكفي بالغنى، هن تكفي بالفن من وراهم؟ كفي وقفت لي انا؟ لا ما وقفتي، بس انه في حافز يلي الناس بتخليك. شغلة انه ما في حفلات كثير عم بتصير، بس انه في حفلات. اي ما بنشوفك بحفلات كثير ليه؟ مين عم يعمل حفلات؟ مين اذا اليسا عم تعمل حفلتين بالسنة؟ اذا شيرين يعني اكثر حدا شيرين بيشتغل. ليك حكي شيء يعني هلا اللي صوته نجوى كرم اكثر وحده عم تشتغل، يعني اكثر الاصوات اللي يعني اللي كثير كبيره، انه اللي عم يقدروا الناس لما بيقولوا لك ما بدنا نجيب نحن حدا ستايل او حدا يغني بنجيب اثنين. هلا الاقتصاد الوضع البلد بكل الوطن العربي يعني ضعيف، يعني نحن بمرحله بهالسنين اللي مرقنا فيهم هول الخمس سنين صار وضع الفن صعب، صار مش وضع صعب، لا صار الوضع انه خفت الحفلات، يعني ما بقى في حفلات. هلا السنه موعدين عم يعني في سنه ارتباطات عندي مثلا في شيء مبين بعد كمان، حتى بضل عندهم خوف. عرفتي كيف؟ خوف من منك؟ لا خوف من الوضع. ايه طب في فنانين بيرفضوا يكونوا مع مي حريري؟ ليه بالعكس، انا غنيت، انا دائما كان عندي بالصيف عملت انا وعاصي، غنيت انا وراغب، غنيت انا وكلهم، انا ووائل. هلا عندي شيء بمهرجان جوني بالصيف انا مع وائل كفوري مع حفظ الالقاب لكل الفنانين، كلهم بحبوني وكلهم كيف كلهم اصحاب معهم. يعني كيف بده يرفضوا يغنوا معي؟ ما انا اول ما بلشت غني غنيت انا وراغب كذا حفله، عملت انا طب وراغب. ما اليوم عملت انا وفارس، عملت كذا شيء يعني بلشت يعني. لكن بدي اقول لك شيء، هو سوق الحفلات هو القوي كثير، هو كان سوريا نحكي صراحه يعني. هلا كلهم عندهم معاناه الفنانين بقصه الحفلات يعني هيك، بس في حفلات برايفت بتصير كمان، في اعراس في حفلات برايفت طبعا. طب امتى اخطأت بحق نفسك؟ غلطت كثير ولا شوي؟ انا بس شبهوني بحدا، ما بحب حدا يشبهني بحدا لانه انا ما بشبه حدا. يعني هو عرفتي كيف، ولا حدا بيشبهني. بدك تفتح الباب؟ دق الباب. عرفتي كيف؟ فهيك صراحه نفتح الباب. ايه قومي عادي بشرفك، قومي افتح الباب. عنجد؟ ايه ايه عادي، قومي عايشين عادي، شو بدنا نعمل؟ اوكي طيب. ما بدق بابكم انتم الفنانين مثلا؟ انا بدق بابي اذا بدهم شيء على طول هيك يعني، وانا دائما معطاء الحمد لله. عشان هيك ضلني ما معي شيء. مين اجى يطلع؟ بوسوار. ايه تفضل. بدي ركب اللمبه. اه ايه مالي مالي تفضلي، بدنا نضويها لانه لدي. ف هون اللمبه. عرفتي كيف؟ نعمل كات او شو مكفي عادي؟ تفضل بليز فوت. بس فتحها. اوكي بس بدي اشوف اذا لوز ولا شو ولا برم. بتعرفي الهوم سيتي هن اللي اهتموا لي بكل شيء بالبيت، جابوا لي فيش البيت حلو جديد كثير حلو. بعد ما خلصنا بس شوي يعني بدك تحطيها بليز هاي. شيليها. اي لا خليها. انت اهديكي ورده، شو قلتي لي بدك ورده حمراء؟ حمراء حمراء، انا بحب الحب، بحب هيك السلام. هلا وفي ابيض كنت قلت لك بيضه وخليها سلام على طول. ايه سلام تنفتح صفحه جديده. صفحه انا ما عندي مشاكل مع حدا، كل واحد هو ليك شو انا بالنسبه لي، كل واحد بيحكي. ما بدي اقول لك تزعلي. لا بليز احكي، بليز احكي عادي، انا بحمل. شو بحس بقول انا شو بحب اهديكي سفره؟ انا ليك شفت اهديك حالك. هلا ما قصدي انا، بس حبيته كثير الصفر. عن جد عم تحكي. نطلع بريك ولا شو؟ منكفي. منكفي. طب نحن مكفيين. طب بس بتمرني صوتي طولت كثير. شو اسمه ما هلا بدل القلاوز. توني البايع دائما بيجي لعندي ومرن صوتي. طب بتمرني خصرك؟ بحب كثير الرقص. ايه ما انت عرفتي بالرقص اصلا. ايه انا هلا بفكروا انه دائما هيك. انا كنت كثير كثير بحبها يعني، يمكن ما بتتخيل قد ايه بحب الرقص. يعني بدمي بقولوا مثلا هيك، وايقاع وهيك وموسيقى والفن بكل عرفتي شو. بس الموضوع كله طولت كثير. شو بدنا نعمل؟ ضويت اخر شيء، بدنا نضوي. ايه ما زبطت اخر شيء؟ لا طيب بسيطه يلا. مش مهم هلا. اعطيتي رايك كذا مره بنجوى كرم. بحبها كثير نجوى انا. بس يمكن انا بوقتها كنت مأثرة بملحم، انه زعلان ملحم زعلاني انا. الله يرحمه. يعني انه ليه مو كثير انه ليه علي. يعني ليه موك انه ليه ما يتعطي رايها بنجوى كرم؟ انه لا مين مي انها تحكي عن نجوى كرم؟ ما فيك تساليني هيك سؤال لانه انا مي كمان، انه عندي اسم وانا ملحم بركات يعني ما على شيء، بس ما فيك تقولي يا هيدي.
انه اذا حكيت رايي بالانسان كانسان بحكي بالانسان كشخص عن شخصيه الشخص، ما عم بحكي عن فنان. اذا دقرتها بفنان بقوله مين ماي. اوكي، لانه هي اليوم نحن بدنا نحافظ عليها لنجوى كرم مع حفظ الالقاب، انه اليوم هي الوحيده بلبنان عم تغني ست مجد الرومي، من بعدها بتجي نجوى. عم نحكي اللبناني كلبناني. عرفتي كيف الاغنيه اللبنانيه؟ طيب ما هي الوضع الفني اللي عم بيصير اليوم، يعني بعض القصص اللي خرجت عن المألوف اللي عم بتصير، في ناس بتحط اللوم على يمكن انتو اللي فتحتوا هيدا الباب. مين نحن؟ يعني مين نحن سمينا بعض الفنانات اللي اعتبروا جريئات شوي. اي انا ماني جريئه. ماني جريئه؟ لا ماني جريئه. انا بشو جريئه اكثر منك؟ بشو جريئه قليلي؟ بشو جريئه اكثر منك؟ لا عن جد بشو جريئه؟ انا بشو جريئه اكثر منك؟ انت مذيعه، بشو جريئه انا اكثر منك؟ انا ماني جريئه. انا مره ستايلش بلبس مرتبه كلاسي، عملت شي كليب حسيتي انه اوفر، اي ما بشوفوا اولادك. لا طيب انه شو لكن ليش ما فيك تحطيني مع حدا؟ فتت على الفن ست ليدي، بتعرف شو ليدي؟ بكل مضمونه، وبضليتني محافظه على هيدا السك على هيدا الطريق، وما في ولا مره رحت او تحت لا يمين ولا شمال، ضليتني مثل ما انا ثابته محل ما انا موجوده. عرفتي كيف؟ وربيت وفخوره بشو ربيت. عرفتي شو؟ ولو لو ممكن يطلع عندك اشياء بحياتك يعني بولادك او كل ست او كل بيت او كل عائله او اهم العيال او مين بدك، ناس بيعتبروا حالهم هن الايديال تبع الفاميليز، بيطلع عندهم ضربات، بيطلع عندهم اصابات، بيطلع عندهم مشاكل، بيطلع عندهم. بس هون الشطاره انك انت تلملمي تحتوي هذا الوضع، وتلملمي وتلملمي كل شيء، وتلملمي جروحاتك انت كأم. يعني انا ما فيك تشبهيني باي انسان اي فناني. عرفتي كيف؟ انه فتحت البيت انه هول انا ماني هيدا ستيل نهائيا. بلاش تعصب هيدا معي. لا ما عصبت، بعصب قلت لك بعصب اذا عم تشبهيني بشيء ما خصني فيه نهائيا. يعني انا ماني ابدا. انا ليدي. انا مره كل الناس تعرفني ليدي. يعني انا هلا ما بدي احكي عن حالي، بس انه انا هيك وانا هيدا اللي اشتغلت عليه. مجرد ما تشوفيني انا ام محافظه على اولادي، انت المفروض تحترميني وما تساليني هيدا السؤال. اللي بتربي اولاد قطعت علي. لا عم اقول لك اللي بتربي اولاد حياتي، اللي بتربي اولاد وبتضحي. لا طبعا شفتي وشفنا هلا رح اللي نحكي. لا اللي بتضحي نسرين ما فيك تقولي لها هيك. نحكي صراحه يعني هون انا بندقر، لانه انا ما بدي اتايم ما بدي اتايم باي كليب عملته سوري بيان سحبت او اي كليب عملته وانا عملت للناس انه عرفتي. ما بدي هيك. انا بدي اتايم لما بشوف ابني حدا، بدي اتايم لما بشوف بنتي حدا. عرفتي هيك بدي اتايم. اللي انا ربيتهم، اللي انا عاطي حياتي وعمري لاولادي. انا ما حدا بشوفني محل اذا عندي ما عندي شغل بالبيت مع اولادي ببيتي. اوكي طب قولي بريك قبل ما تعصبي اكثر. اوكي لا وايد عصب، بس انه انا قلت لك شو عم بحكي عن شو. طب قولي اعطيني عطي بريك. وين كبرت مي؟ نرجع بنحكي عن اللي عم بيصير هلا. اذا رجع هلا اللي عم بيصير هلا يصطفلوا يصطفلوا كل واحد يعمل بده اياه. اخر جول كيف شفتي؟ اخر جول طلع فيها شو خصنا نحن؟ المهم احنا ما اثر علينا. طيب بريك ومنتابع من بعده مع مي حريري. بعد الاعلان هلا اذا رجال لذيذ وقتهم ايش لا؟ خناقاتكم ما تخانق حدا مع حدا اكيد ماي براذرز من عائلتي يعني صله رحم احنا. ماي يعني قبل البريك هيك حميت كثير بدنا نروق شوي، تزوجتي بعمر 13 سنه؟ لا لا باس هيدا الموضوع ما بحكي فيه. باس؟ طيب الزواج والشهرة ما اتفقوا معك؟ أو الزواج وامرأة حلوة يعني عندها كاريرة يعني عندها ما بعرف يمكن قبل ما تنشهري يعني ليكي بدي لك شيء. بحس هيدا الموضوع بالذات إنه كتير حساس بحياتي. نعم. ومش أنا المسؤولة عنه. عرفتي كيف؟ لأنه الله يرحمهم توفوا يعني بعتقد إنه هيدا كان أهلي يعني بعتبر إنه هن المسؤولين فبحياتي بشكل عام لمتيون لمرحلة لأنه هيدا آخر شيء نصيب نصيب. بنتك هيك. أكيد ما بتقبل تتزوج بعمر صغير. أنا ما بقبل أكيد، وعم بشتغل على أنه يعني كل شيء أنه أنا تأذيت فيه أو بعتبر أنه كان بحياتي فيه صعوبات وقدرت أني اتخطاها لأنه منا سهل الحياة.
خاصة المرة بس تكون حلوة مثل ما كنا عم نحكي من شوي إنه قد إيه بتشتغلي على حالك تتفرجي البارت اللي أنا لا أنا هيك وشافوا الناس هيدا الشيء فيه. فأنا كمان بنتي طالعة حلوة وخايفة من هيدا الموضوع وبقول ما بعرف شو حد دايما بيكون عندها. أنت بتعرفي أنت حلوة وبتعرفي هالشيء هيدا يعني إنه طالعة لأمها طالعة لبيا بيا قمر كمان. مين أكتر مين أكتر رجل حب مي؟ ما سألتي هيك حدا غيري جوز أكتر من حدا ما قلتي له. طب ما أنتي سبيسيال لأنك سبيسيال. باس ما بدنا نجاوب لأنه الموضوع حساس. لكن أنا في مكان في مكان للحب بعد بقلب مي أكيد إيه. قلبي ما في أنا إيه ليكي في إيه عم بدق القلب ولا كيف أكيد عم بدق مغرومة أنا بتعرفي شو بس كم سافر بغير جونيور لا عم بحكي عن جد لا جونيور شبع مني خلص يعني صار شاب ورجال صار هو بيعطي عاطفي بيعطيني حنان يعني يمكن بيمتصني يعني بيغنيك بيغنيني عن كل شيء بالدنيا وبس كون مسافرة وبرجع هلا إذا رجال لذيذ وحده مش لا إذا حبيته بس أنا صعب أحب صراحة بحكيكي قلبي منه كتير سريع مش دغري يعني بتشكي على راسي ايه لا ما لا مش دغري بشك على راسي امتى مرة شكيتي على راسي شككت كتار على راسهم بس انه امتى انت مرة شكيتي على راسك لكن انا احكي طيب طب احكي انه انا من انه انا خلص اللي راح راح خلص يعني ما بدنا نحكي فيه انه قصدك حبك لما الحين بركات راح خلص وراح معه يعني الله يرحمه ما بدنا نحكي كان في حب واحترام لما الحين بركات وفي تقدير وفي صداقه جمعتنا سنين عرفتي كيف ومرجعي وانسان الموسيقار الله يرحمه يعني بس انه انا بفضل ما نحكي بهذه المواضيع المواضيع دي كثير حساسه طب ممكن ترجع بعدين بخاف احكي عن حدا ويزعل حدا ممكن ترجع تتزوجي ممكن ارجع لا بحس لا إذا رجع ملحم بركات تعتذري منه على شو مي على شغله شغله واحده إذا رجع او بتقولي له شو يعني شيء ما قلتي له اياه عبالك تقولي له اياه عبالي اقول له انه بقول له انه انت ظلمت حالك وما حدا عباله شيء واذيت حالك وكان لازم تهتم بصحتك اكثر وكنت ما لازم تفكر بشيء غير بحالك لانه كنت انت بس اناني بالاغنيه اللبنانيه وقدرت تطلع من مدرسة عظيمة مثل مدرسة رحابني اللي هي العالمية ومن القوقعة تبع رحابني وقدرت تعمل ملحم بركات مدرسة لحالك كيف ما قدرت تحافظ انك تشبعنا بعد لان الناس عطشانة بشيء اسمه ملحم بركات بعد بدنا منك الدنيا بتحبك وكنت بتحب وانت بتحب الدنيا ليه ظلمت نفسك ليش ما عملت اللي لازم كان تعمله قبل ما انه تفوت على شو كان في يعمله ما عمله كان يقدر يعمل عمليته قبل بثلاث شهور اربع شهور كرمال يخلص كرمال كم حفله فات على المستشفى وكنت دائما وراه ملحم ملحم هو ملحم الجونيور طالعين من الاوبيتال عم يعمل فحوصات او عند مختبرات شو اسمه لو دعايه ما بيأثر هدول اصحاب ملحم وهيدا يمكن الوحيد المخلص طلع مع ملحم الوحيد بعتقد ايه كاخلاص اخلاص اخلاص شو بدي بالصحافه ما عم نحتبر يقال مي حريري هي سربت انه ملحم مريض انا سربت لا ما زعل شوفي الزعل وانه هو ما كان عباله حدا يعرف لانه هو كان حتى انا كنت احكي اخر فتره على التليفون كفيت اعمل فحوصات يعني ما كان بده يقول لحدا طيب انه هو ضعيف او متعبان ايه لانه قال لك شغلي المرض منه عيب لما انا بعرف انه ملحم خلاص رايح لازم كل الصحه كل لبنان كانت تروح تشبع منه بالمستشفى يعني ملحم. إذا رجع الوقت بتعملي نفس الشيء؟ إيه طبعاً لو أنا معه أصلاً ما بخبره إنه أنا حدا قال عنك قالت إكسك إنه ما بخبره لأنه أنا مجرد ما خبره هو عنده كونسير الأرمو ما بيسوى يلعب يعني عصبته يعني جبت له أجله يعني مجرد ما خبره خبرية تزعله عن مين ما كان ولاده عرفتي كيف كمان زعلته مجرد ما عيط قدامه معناته عم زعله بهيك مرحلة من مرحلة المرض هيدا الخبيث عرفتي شو بيكون الإنسان هرموناته ممنوع تلعب لازم يكون رواق وبيسفول على الآخر يعني ممنوع نسمة تنزله بدنه بس قديك تخيلي بالديني عم بتوشوش له هاي الأشياء وبتعرفي الملحم فيها كيف بينفعل عرفتي كيف بالعكس ومن بعدها أنا رحت زرت ملحم وعم بيعبطني ويقول لي إنه عم بيعبطني ويقول لي أنا بعت وراكي كان بعده بعت وراي في شيء سمعناه انه ملحم باخر ايامه صار يقول الله عم بي يعني مثل كانه عم بيجازيه
لانه غلطه حياته كانت مي حريري اكيد سمعتيها من ضمن القصص اللي كثير تسربت. ما سمعتها ابدا نهائيا، كان كل همه يرضيني اخر فتره بحياته، كل همه بالمستشفى اللي خديني مايك يتلفن لي اللي تعي خديني انا بحبس، كل همه ما بهمني. هلا انا كل انسان بيتجوز بيقول غلطه بعدين انه عصبيه تخنقنا عملنا كذا، مثل ما تخنق مع اكساته وصحباته، مثل ما تخنق مع مثل ما ترك كل حياته بيعتبر هيدي غلطه كمان انه هاجر مره عايش مش عايش وياها، يعني مين الغلطه مين الصح معناتها بحياته. الفنان ما فيك ملحم بعتب عليه، ملحم غرامه ولا مي حريري او غرام مي حريري، ملحم قصه ملحم بركات ومي حريري تاريخ بيحكي عنها، يعني انه انا مش حاجي احكي مين الصح بحياته اذا انا غلطه. ما بعرف نحن طب انا لا معلش انا عم نسالك سؤال، انا من برا تفرجي مين الصح، من وين عايش ملحم، وين عايش انت زرتيه؟ انت خبريني. لا انت بريفون وين بيته؟ وانت رحت لعنده قلتي لي مره. ايه مزبوط وين بيته؟ وين ساكن؟ بكفرش مش بكفر، طلعت مره على المزرعه ومره بريفون، او وين بيته الثاني؟ بريفون فيش غيره. بريفون وين هيدا ايه. بيت مين؟ بيت ملحم. ايه ملحم ومين عايش مع مين؟ هو مع جونيور عايش. ايه كان ايه. كنت ملحم بس باللحظه اللي رحل فيها ملحم بركات من كان بالمستشفى كل اخبار انتشرت يعني مين والعائلتين يعني مين اللي مين انتشر بركات. ما نشرنا شيء نحن ابدا نهائيا، خناقاتكم ما تخانق حدا مع حدا، نحكى نرد، ما حدا عندكم على الجديد نحكى نرد، يعني كمان انه ما فيك ما تردي، يعني بدك تردي وما تأذي، يعني نحن قد ما فينا عم كون انا انه حاول سيطر على ابني انه انا رايحه من الدنيا وعندي كل شيء الحمد لله لاني انا عايش بهالحياه كمل عمري مرتاحه، في عندي ابني هيدا حقه من بيو عرفتي. اول شيء ككرامه ما بقبل انه يهنوه كشاب ويكسروه عرفتي كيف، وتاني شيء حقه بده ياخده. طب شو عم تعمل مي حريري تتقرب المسافات على الاقل بين الاخوه؟ ما بقدر اعمل شيء لانه حاولنا نحن وقت مهرجان سوريا انا ما طلعت اجتني دعوه. اجلت المهرجان جمعتين، بعثت ابني مع شباب طلع على المهرجان. انا ما رحت بس إيه اكيد اجلت المهرجان، اكيد بدي اجله اكيد. اذا ابنك ما بيندعى ليش يعني بدك تندعى لعيلي وهو لا؟ ليش هو مش ملحم؟ مش هو اللي عايش معه؟ مش هو اللي كان عيب ملحم ما يروح لمحل من دونه؟ طب خلينا نعمل قصص لانه انا برفض كمان احكي بهول القصص، وانا كنت يعني ما بحب كتير فوت بهالقصص. اليوم شو عم تعملوا لملحم بركات لترمموا كل شيء خربته؟ لحظه انت انا بسالك سؤال، انا بسالك بدي اقول لك شيء انا ما خربت شيء لا لحتى رمم ولا قربت على صوب حدا ولا حكيت عن حدا، واللي بعرفه كتير 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 اللي بعرفه كتير اكثر ما هن بيعرفوا يمكن انا بعرف. ما قربت على حدا ولا قربت صوب حدا ولا بدي اذي حدا ولا شيء. قلت لك وبرجع بقول لك انه انا اليوم اللي حافظ، اذا بدهم يحافظوا على اسم ملحم بركات بحافظوا على هيدا الصبي، لانه هيدا ملحم بركات خيهم الصغير بحافظوا عليه. شو بتقولي لهم؟ هي كمرتك احكي لهم شيء. بقول لهم هيدا الشيء اذا بدك تحافظوا على ملحم بركات بتحافظوا على هيدا خيكم. انت هيدا اللي بدك اياه؟ هيدا بدي يحافظوا على خيهم. نحن ما بالنا انه تعا اكتب له واعطيه، مش هيك عم نفكر، كونوا ايد وحده. ليه بده يطلع نزار فرانسيس؟ يعني مع احترامي له وكل الاحترام كل الاحترام والتقدير لنزار فرانسيس، استاذ كبير وعمل حاله بس تصلح هو جونيور وملحم وكل شيء، بس ليش بده يطلع ملحم؟ ليه بده يطلع نزار فرانسيس ياخذ التكريم اوقات باي بلد ان كان؟ عنده ثلاث شباب، واحد عمره 40، واحد عمره 35، واحد عمره 22، ليه بده يطلعوا؟ ليه بدهم يطلعوا؟ يطلع حدا ما صار عنده رجال ملحم بركات. انا مخنوقه، انا ما فيني اعمل شيء لاني انا ما عندي صفه اعمل. انا صفتي هلا بحكي كأم ملحم جونيور اللي هو ببيتي، اللي انا اني انه قد ما فيي روق ابني مشي على الطريق الصح، اقدر حصل له حقوقه بالتي هي احسن عرفتي كيف، وقد ما فيني اجمعهم، بدهم يجتمعوا مع بعض ما يكون في تفرقه بشيء ابدا، ولا حدا بده شيء ياخذ من الثاني نهائيا، بدهم يكونوا هيك يكونوا هيك. طيب جونيور وقت تجي معنا على الكاميرا شوي، جونيور كيف ممكن نقنعه يجي يسلم علينا؟ اول شيء ملحم مثل ما قال لك شو بيشبه ملحم بركات يعني على صغير، اي كوبي بيست عن بيو بعقلته كمان، بس انه بيو عصبي هو شوي هيك بتلاقيه بيستعمل عقله، هو رايق كثير رايق كثير. جونيور قرب لعنا نكزه بس قرب يعني ما رح تبرم الكاميرا قد ما بدك. ها حبيبي تجي قدام الكاميرا فيك تضبط. هاي اول شيء. هاي كيفك؟ سابا تفضل وين قاعدوا؟ لا فكري تضلني واقف او شيء او لا بليز اقعد. لا ملحم جونيور تشبه بيك كثير. شو درست؟
كمبيوتر ساينس. كمبيوتر ساينس، خبرني كيف الوضع؟ It's good. بس تسمع مي حاليا عم تحكي بهالقصص شو؟ بتتضايق؟ انه بتضايق، مش قصة بتضايق، قصة انه اللي عم تحس فيه كله عم بحسه. وانا مأكد عم تحس فيه اكثر مني. لأنه يمكن انا عشت برا ل 7 years وما شبعت من بيي، بس اما عشت عمر معه. يعني كل يوم منحن ما في لحظه ما بيحكيني، ما في لحظه، تليفونات كل الوقت. مش يعني انا كل شيء مع ملحن بيطلب لي امك، اطلب لي امك. عشت معه. هي واز لايك ذات. اخر فتره عشت معه صح. Every single day. شو بتقول لاخواتك اليوم اذا هيك مرتك بوجهك؟ ما عندي شو اقوله صراحه. نو بس they know what I'm gonna say. They know exactly what I'm gonna say. بس قل لهم كم، قل لهم شي جمله على الكاميرا عبالي هيك تقل لهم شي اليوم. كرمال ملحم بركات. يعني انا عبالي اليوم، اي عن جد عبالي تقل لهم هيك. انا عبالي من ورا الحلقه على القليله انتم الاخوه تجتمعوا، ثلاث شباب بتجننوا. اشتقت لهم ماما، تقبرني اكيد اشتقت لهم. اكيد they're my brothers، من عائلتي يعني صله رحم نحن. فانه شو بدي اقول لهم اكثر من هيك، انه هو نحن اخوه لو شو ما صار. بتمنى اليوم يعني بتمنى اقول لهم شغله بس انه يفكروا مثلا انه اذا هلا رب، اذا هلا بابا عم بيطلع فينا شو بده؟ مستحي زعلان اكيد. بيكون مبسوط نحن شو عم بيصير معنا، ما بيكون مبسوط. لانه هو كان كل احد ياخذ الجونيور ينزل لعند غنوة، ننزل دائما نتغدى ونتعشى عندهم دائما يجمعهم. يعني كان عنده نيه انه تجتمعوا. شيء مش اتس لوجيك، نحن عائله لو شو ما صار رح نضلنا لبعض. ان شاء الله اليوم من خلال هيك يعني نقدر نكون بلكي هيك صلة وصل لو صغيره، ترجعوا تجتمعوا كرمال ملحم لانه بتستاهلوا تكونوا مع بعض. ما يطولنا كثير. ايه حزنتيني. لا ما حزنتك. حزنتيني مبلا. لا شو انه هيدا شيء بحزن، وكل الناس اشتقت له لملحم، وكل الناس ما عيب اصلا رح تجددي له اشياء عم نحكي. لا ما رح تجددي له. اعطاني اغاني قبل ما يتوفى، بيعرف. ليه قلت لك؟ انا على استديو، انا منزلتهم على الانستغرام قبل بشهرين ما يتوفى ملحم، كنت عم جددهم، بلشت فيهم عن توني سابا وهيك. غنيتي عين صب الدمع، وفي غنية شو اسمها نسم علي سلم عليها يا هوا، كنت عملتها دانس وهيك، وكان عم يمرق عند سابا يجي هو جونيور وهيك، ومصورة فيديو منزلته انا على يعني هو موافق ومبارك قصدي مبارك، وعطاني بيعطيني تنازلات ملحم على طول. فكنت حب اعملهم بحياته بس يضحك، بحب ضحكته، بحب هيك كيف يعلق. في انا اول سيدي ملحم بركات حط صوته بكل اغنيه، غنيت اما عليك كلام وغرام يا سلام، ولا كان باين عليك، ولا كان باين عليك، كان صوته هيدا. يعني كل اغاني اول سيدي عملته حسهر عيونه كان كل اغاني كان يعني كان مبسوط فيك عم تغني، مبسوط في اغنيه ثانيه. كان في اغاني قبل كان كثير يجينا حفلات، بتعرفي انه ملحم كثير كانت تجينا حفلات، انا يجي لعندي هون يقعد هونيك هيدي هون يقول لي او نقعد برا مره، قعد انا وياه وزياد الرحباني العمر لزياد. فيجي كنا نقعد نضحك 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 نضحك، نتذكر زي يتذكر ايام الرحبنا ويحكي ويخبروا بعضهم. يعني انا بعرف كل شيء، يشكي ينقعد يحكي لي يبكي لي. يعني كنت انا يعني مثل صرت انا حدا، ويقول لي اخر شيء يرجع يكون عم يحكي عنا يقول لي انت السبب، انت مرضتيني، انت جبتي لي القلب. عرفتي كيف؟ يعني دائما هيك وهيك، عرفتي كيف؟ قل له ليك بدي انت كل شيء مش منيح بتحطه فيي. لانا مثلا ما يجينا حفلات يجي يقول لي مي ما بدي هو قوم الدنيا، رح تقوم الدنيا اذا غنيت انا وياكي. عرفتي كيف؟ يعني دائما وانا كنت ارضى، صدقيني ارضى لانه ملح، ارضى لاني ما بدي زعل ملح. وبعد جاب ابنه يا حرام بوقت ما صار يحس حاله هو تعبان من 3-4 سنين. عرفتي؟ عايش معه جونيور. عايش معه جونيور، فتعلق فيه لانه شاف انه مثل ما كانت تقول له ماما يقول للكل انه الله يرحمها الحجي، كانت تقول لي انه هيدا اللي حيبقى لك باخرتك، وهيدا اللي كان باقي له يعني كل الوقت، لانه برد بيسمع بيعني له البي والام، ولاده اكيد هيك، بس اخذين حياتهم منقيين حياتهم، ما بدهم يطلعوا يعيشوا بريفون مثلا، يطلعوا لعنده على ريفون. جونيور شو كان يوصيك ملحم بركات؟ يعني شو هيك اكثر وصيه او طلب يطلبوا منك؟ هلا كان يوصيني، مش قصة كان يوصيني، قصة هي بس كان يصير شوية مشاكل بين اخوة عادة، يعني دائما بتصير طلع فيه له بيي يغمزني، له روق بيي عادة،
هيك دائما دائما يغمزني انه روق انت صغير بس يصير مشكل بيجي مثلا كون انا خلص انه وصلت معه على الاخر يعني انه ازون بشغله صغيره فوت على اوضتي يجي لعندي يقول يلا تعال قوم نشرب قهوه هيك حنون طيب ملحم انه هو فهمان انه انا كيف بفكر بيعرفني انه انا لا انا كمان بسامح الكل مين ما كان مين ما كان بسامح الكل اكيد ملحم بس ما كان يوصي لانه ما كان يحس ملحم ولا لحظه ولا لحظه حياته يروح ابدا ملحم فات على المستشفى كان موعده ب6 9 فات ب7 كنت انا التليفونات من بلجيكا مش من بلجيكا من ايطالي نازله تليفونات هريت له التلق انه ملحم ليه ما فتت على المستشفى ليه بعد ما فتت شو عملت عرفتي لاني عرفت فحوصاته مش نظيفه عرفت يعني الله يرحمه الله يرحمه يعني بتمنى اليوم اهم شيء انه ينلم هيك شمل الاخوه وتكونوا انتم الاميات هيك يعني وسيط خير بيناتهم لانكم ثلاث شباب بتعقدوا وانا بعرف قلبك يعني عملهم بعد قلب هيك على الكاميرا هون اكيد يا اخواته هولي بشو ما يعلبك لي بشو مش يعلبك لي انا عالبك لي انا بتلبق عندك هون بس بتلبق حلوه كثير مسي بشو عالبك لي انا عالبكلي اني بمحبتي لا ما فيني اقول عالبكلي بس كأم مني كأم عالبكلي كأم انه ايه 90% ايه بس عالبكلي كمان شو بعد عالبكلي انه لازم اذا عالبكلي يعني ما في مزح معي ما في مزح ايه عالبكلي بحب من قلبي عالبكلي عرفتي بس ما بعرف اكره بس لما حدا بيأذيني عالبكلي بضيح ظهري دغري ماي حرير اهلا وسهلا فيك اتمنى انه هيدا الحلقه تكون انه ما بقت يعني تكون هيك يعني شو بيقولوا اثنيناتنا بدنا نهديك وردات الجنه ثانك يو الله يخلي لي اياك يا ماما وبعث لك ايام حلوه انت واخواتك كلهم مي نعم ثانك يو هابي مادرز داي هابي مادرز داي لكل الاميات لانه انا بقدر كل ام وبقدر كل صبيه لانه كمان ما بعرف شو ظروفها انت ام عن جد انت ام مناضله يعني إيه. انه قطعت بعواصف اذا فينا نقول وقدرتي إيه. يعني انا قعدت مع جونيور تحت الهواء يعني نعمه تربيه وقال شو كمان وبخاف عليهم من هالقصص هاي قد ما في قصص كثير بالبلد وبتمنى الخير لكل الناس على البكلي من قلبي شكرا الله يخليلك عائلتك ميرسي لحضوري انبسطت فيك كثير وانا انبسطت فيك ما بدي بعدك زعلانه هلا اذا انتقدتك بقى رجعت شو حتعملي انتقديني انتقديني رح ضلني انا ما بضلني بكفي شغلي كل شيء الا صوتي ما تنتقدي اذا بتريدي كل شيء انتقدي حتى نعمل لك على البكلي على الكاميرا يلا جينيور مول معنا ثانك يو بدي حيي كل اللي تابعونا لليلة برجع بطلع عليكم الأسبوع المقبل دايما عبر الجديد ولكن قبل ما فل لازم أقول شيء لأنه منبرنا منبر حق ولأنه كلمتنا بتوجع ولأن حمد الله كتار بيحسبولنا حساب كبير ولأن رفضنا نفوت ببازار الريتينج ولأن وزير الإعلام اللبناني الأستاذ ملحم رياشي اتصل فيه شخصيا وطلب أنه يضل هالمنبر محترم يقول كلمته ويمشي أترفع الليلة عن الرد وأموركن الشخصية تنحل تحت الهوى بس كرمال مصداقيتي ومصداقية على البكلة اللي ما بقبل نسمة هوى تغبر عليه ضلوا بخير